السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في بعض التعليقات اللي وصلتني والنهاردة إن شاء الله هرد عليها وهجاوب على بعض الأسئلة المطروحة. يعني في تعليق من الأستاذ أحمد تمام، كان في بوست أنا كتبته بقول فيه إن في فيديوهات الوينج تشون الأسلوب كله، أنا منزله فيديوهات مع الشرح باللغة العربية، اللي يحب يشتري هذه الفيديوهات أو اللي يحب اللي يتعلم معايا أونلاين فأهلا بيه. فالأستاذ أحمد تمام بيقول أنت بتناقض نفسك، إزاي تقول محدش يعرف يتعلم من فيديو ودلوقتي عاوز تبيع الكورس؟ أفهمك منين بقى؟ لا أقول لحضرتك تفهمني منين بقى. لما قلت إن ما ينفعش إنك تتعلم اونلاين، الكلام ده انا قلته من اكتر من سنه وده صحيح. انا بتكلم عن، وياريت ترجع الفيديو وتفرج عليه، يعني انا فاكر انا قلت ايه ومش هغير في كلامي. ما ينفعش تتعلم فنيات التشي ساو العمليه اللي محتاجه ان انا اكون بلعب معاك شخصيا، دي صعب جدا ان اعلمها لك اونلاين، صعب جدا انك تتعلمها عن طريق فيديو. ممكن تكون لو انت اتعلمت، يعني مثلا ممكن انا لو شفت يبتون بيلعب تشي ساو مع حد، ممكن اتعلم منه حركة جديدة لان انا لعبت تشي ساو ففاهم هو بيعمل ايه. فلو في حركة جديدة او اي حاجة ملاحظها انا هقدر اتعلم من الفيديو دوت، انما بالنسبة لواحد مبتدئ هيكون صعب جدا، ويعني اقدر اقول انه مستحيل. انما ايه اللي ممكن اعلمه لك عن طريق النت؟ اقدر اعلمك الفورمات، لان الفورمات انت مش عايز اكتر من شرح واضح لكل حركه، وانت تعمل الحركه دي طبقا للي انت شايفه في الفيديو طالما الشرح مستوفي كل حركه. هنا تقدر تتعلم اكيد، ودي احنا حاجه طبقناها بقالي دلوقتي سنه ونص تقريبا، او داخل على سنتين مش متذكر. بنطبق الكلام دوت على المجموعات التعليميه في الفيسبوك، والناس بتتعلم. يعني في ناس خلصوا السيولوم تاو كله. فمسألة ان انت تتعلم عن طريق الفورمات، عن طريق فيديو مع الشرح، تتعلم عن طريق الفيديو بالنظر بس كده من غير شرح، لا ما تتعلمش ومش هينفع، وافضل لك انك ما تتعلمش بالطريقة دي. انما طالما انا بشرح لك في الفيديو كل حركة دي معمولة لإيه وتتدرب عليها إزاي وتحرص على إيه فيها وإنت بتدرب إيه بالظبط وإنت بتأدي الحركة دي، طالما إنت فاهم أنا بقول إيه ومستوعب أنا بقول إيه، يبقى 100% هتقدر تعمل الحركة صح وتتدرب صح. بعد كده في بقى حاجة تانية اسمها متابعة. متابعة يعني إنت تصور نفسك وإنت بتعمل الحركة، ممكن تبعتها لي أصحح لك ده كده، عشان لو في أي يعني أخطاء يبقى يتم تداركها، وده اللي بنعمله في المجموعات التعليمية على الفيسبوك. فهنا ينفع جدا انك تتعلم من الفيديوهات اللي احنا بنعملها بهذا الشكل وبهذه المنهجية، تمام؟ الحاجة التانية اللي بقولها انك ممكن تتعلم مني فيس تو فيس عن طريق الكاميرا، يعني عن طريق برنامج زوم مثلا او اي برنامج اخر. انت بتفتح الكاميرا بتاعتك وبيكون في الانترنت بتاعك سليم وشغال كويس، وانا بعمل نفس الحكاية وبعلمك عن طريقه، سواء الفورمات بقى او الحاجات الفنية اللي انا بتكلم عنها هسيبها دلوقتي شوية، هتكلم عنها دلوقتي. الفورمات، ما احنا اتعلمنا بالطريقة دي. يعني يبتشون لما جه علمني وقفني قصاد المرايه، مرايه كبيره على الحيطه، وبقى يأدي الحركه، انا ابص له في المرايه واعمل الحركه زيه، هو يشوفني بعمل حركه غلط فيجي ينبهني ويصحح لي. هو ده اللي هنعمله بالظبط. الفرق الوحيد ان احنا مش هنكون قصاد بعض باللحم ودم، يعني لا، عن طريق الكاميرا. طالما انت شايفني بوضوح وسامعني بوضوح، شايف الكاميرا جايباني كلي، وانت نفس الحكايه الكاميرا جايباك كلك وشايفك وسامعك، وهشوف حركاتك ايه واصلح لك، اقول لك لا رجلك اليمين دي اعدلها شويه، ايدك اليمين دي ارفعها، ايدك، واعمل لك بيان ازاي تعمل الحركه، يبقى مؤكد هتقدر تتعلم كل الفورمات والحركات الاساسيه، التقدم التراجع الدريل بانشز، كل التكنيكات واللي فيها النصائح، التيبس دي كلها هتعرفها، ما فيش اي مشاكل فيها. نيجي بقى على الحركات الفنيه اللي انا بقول صعب جدا انك تتعلمها، بتاعت التشي ساو مثلا. هعلمك ازاي تشي ساو واحنا لازم نلعب مع بعض وما فيش، واحنا على النت. يعني الحل الوحيد ليها هو انك تشوف حد زميل ليك عايز، سواء عايز يتعلم او مش عايز يتعلم، المهم انك تجيب لما يكون في حصه او تدريب للتشي ساو تجيب حد عشان يساعدك في التدريب، ده يبقى اسمه بارتنر،
بارتنر، البارتنر بتاعك يجي عشان يساعدك في التدريب. يعني بوري لك الحركة بتتعمل ازاي، فانت تطبقها مع زميلك. التطبيق فيه خطأ انا ببقى شايفكم، هقول لك التطبيق ده لا انت وضعك غلط، وضع ايدك غلط. احنا شوف انت بعد السنوات دي كلها من التدريب، احنا بنوصل لدرجة دلوقتي الحمد لله الواحد مش هقول لك لما بشوف فيديو بعرف الاخطاء اللي فيه، لما بشوف صورة ممكن واحد ياخد صورة فوتوغرافية ويعني حريص جدا انه كل يعني اوضاعه في الصورة تكون سليمة، ان ممكن انا بالصورة بس كده اشوف الاخطاء اللي في الصورة من وضع ايده ووضع كوعه ووضع جسمه. فهي دي هي دي هو ده معنى الخبرة. فانت لو عاوز تتعلم تكنيكات التي ساو ممكن، بس لازم يكون في زميل ليك، واحد بارتنر شريك ليك يلعب معاك، وهنا في الحالة دي اقدر اصلح اخطائكم واعلمك حركة جديدة، او اقول مثلا خلي زميلك يعمل ايده بهذا الشكل، يوجه ضهره بهذا الشكل، انت لازم تستجيب لها بهذا الوضع، ايدك يكون كده الوسا ويكون كده البومسا ويكون كده، اعدل ايدك بهذا الشكل، بعد كده وجه الضربة الثانية، الخطوة الثانية تكون كده، الخطوة الثالثة تكون كده. هنا ممكن طالما في شريك معاك، طالما في شريك معاك واخليكم تلعبوا وابقى انا مراقبكم واقول لكم اوجهكم بقى، هو ده هي دي الطريقة التعليمية اللي ممكن انها تكون تتم عن طريق الاونلاين. طبعا وجودي انا شخصيا بشحمي ولحمي ودمي قدامك ده وضع تاني، كون ان انا العب معاك شخصيا بقى دي اكيد وضع تاني، انما في ظل ظروف الحظر الصحي اللي احنا فيه، فيعني شيء افضل من لا شيء، وما لا يدرك كله لا يترك كله، من هذا القبيل فقط، من يعني من هذا المنظور فقط. فما فيش تناقض ولا حاجة يا أستاذ أحمد تمام، هي مسألة إن يعني بنحاول يعني نتوافق مع ظروف الحياة والظروف اللي العالم بيمر بيها الآن، وكورونا ومش كورونا، وإن أنا في هونج كونج وإنت في بلد آخر أيا كانت البلد اللي إنت فيها. طب لو عاوز أعلمك أو إنت عاوز تتعلم هعلمك إزاي غير عن طريق الزوم؟ بقدر الإمكان، وزي ما قلت التكنيكات اللي محتاجة تطبيق فعلي لابد إنك تشوف حد يساعدك في التطبيق، فانا اصلح لك التطبيق بالنظر كده، انا هشوف التطبيق هو يبتشون بيعلم ازاي ويبمان بيعلم ازاي، الاتنين نفس الطريقة اللي قالوا لنا يبمان كان بيعلم ازاي، هي نفس الطريقة اللي انا شفت فيها يبتشون بيعلم بيها، بيبقوا قاعدين وشايفين التلامذة بيلعبوا، ولما يلاقوا حد بيعمل حركة غلط، اتنين بيلعبوا تيسا وفي حركة غلط، يقوموا ويصلحوا لهم، يقولوا لا ايدك دي غلط، انت وضع جسمك كده غلط، انت هو ده. فاحنا ممكن نعمل دي، بس بدل ما اكون موجود معاك بلحم وشحم ودم، لا عن طريق الكاميرا، طالما النت بتاعك سليم والكاميرا بتاعتك سليمة يبقى ممكن يتم التعليم بهذه الطريقة، فمفيش تناقض الحاجة يا استاذ احمد تمام. نيجي سؤال اخر للاستاذ محمد مراد. بص يا استاذ محمد، بتسألني عن الفنون القتالية، ممكن تسوي فيديو عن أفضل أسلوب قتالي في الشارع. شوف يا أستاذ محمد، سؤالك يدل على إنك مش متخصص في أي أسلوب، والتعليقات السابقة اللي أنت كان في يعني حوار سابق كده أنت حذفت معظم التعليقات ديت، يعني واضح إنك مش متخصص في أي أسلوب، لأنه طالما بتقول مثلا في تعليق سابق بتقول إن الوينج شون غير كافي للدفاع عن النفس أو غير كافي لقتال الشوارع، ده رأيك انت حر فيه، مفيش اي مشاكل، ما عنديش اي مشاكل خالص مع رأيك دوت، انت حر، مش هحاول حتى اني اقنعك، ده رأيك اوكي نو بروبلم، انما احنا لما بنسمع رأي زي ده او اي حاجة انت بتقولها زي سؤالك ده كده بيترجم جوه دماغي على طول بمعاني اخرى، على بيديني المقابل ليها. يعني لما تقول الوينج تشون غير كافي للدفاع عن النفس او لقتال الشوارع، فانا على طول افهم ان انت مبتدئ في الوينج تشون. لو انت بتمارس وينج تشون يبقى انت مبتدئ، يا اما ان انت ما بتمارسش وينج تشون اصلا، يا اما لو بتمارسه فانت مبتدئ. انما بالنسبه لي طبعا، بس انا مش محتاج ان اقنعك، مش محتاج ان اقنعك ولا احاول ان اقنعك، لان يعني بعد اللي قرناه عن سيره حياه يبمن، وبعد اللي سمعناه، وبعد كل اللي شفناه، وبعد اللي شفنا من بروسلي، وبعد المدربين والمدارس اللي ماليه الدنيا دي كلها، بعد ده كله يعني هل انا محتاج ان اثبت ان الوينج تشون كافي للدفاع عن النفس؟
ما اظنش اني محتاج اثبت كده، اللي مقتنع بكده اهلا وسهلا، اللي مش مقتنع بكده برضو اهلا وسهلا، كل واحد حر في رأيه، انما الآراء نفسها بتثبت مدى وعي ومدى معرفة ودراية الانسان بالشيء اللي بيتكلم عنه. فيعني خليني اضرب لك مثل قبل ما اجاوب على سؤالك الثاني دوت، هضرب لك مثل بسيط جدا ولله المثل الاعلى، ولكنه مثل بسيط جدا لمجرد توضيح الامور جدا. في فرق بين الرأي اللي بيكون مبني على انطباع، مجرد انطباع وهوى وحب، وبين الرأي اللي بيكون مبني على دراسة واستقصاء، ونقدر نقول مبني على علم، دراسة واستقصاء، في حيثيات لهذا الرأي. يعني على سبيل المثال لنفرض ان يا استاذ محمد مراد، لنفرض اني عرضت عليك هذه البرتقالة وهذه الموزة وقلت لك تاخد مين فيهم، تحب تاكل البرتقالة دي ولا الموزة دي؟ فانت قلت لي احب اكل الموزة، قلت لك اتفضل يا سيدي بالهنا والشفا. وبعد كده سألتك اشمعنى الموز، يعني ما خدش برتقال ليه؟ تقول لي هو احب الموز مزاجي كده، يعني انا احب طعم الموز. خلاص الحوار هنا ينتهي، ده ذوقك وده مفيش مجال، خلاص انت حر، انت مش شايف ان الوينج تشون ما ينفعش، خلاص برضو انت حر، مفيش مجال هنا. انما انت لو سالتني انت مثلا تاخد، وانا قلت لك لا انا هاخد البرتقانه وسالتني ليه، هقول لك مثلا، انا بضرب امثله كده عشوائيه، يعني هقول لك لا، اولا من الاستيكر دوت، انا شايف ان الاستيكر ده هو من اليو اس اي، بس احيانا البرتقان جاي من مصر، فلنفرض ان البرتقانه دي من مصر مثلا، فانا قلت لك اولا البرتقانه دي جايه من مصر، ثانيا البرتقان في مصر معروف بجوده عاليه، ثالثا ده موسم البرتقال، وعلى فرض يعني ان ده موسم، الموسم ده مش موسم البرتقال ولا حاجه، بس على فرض. فاديت لك حيثيات لرايي دوت، ليه انا افضل دي ولا افضل الموزه دي، لان اقول لك الموزه دي مستورده من اسرائيل، ادي الرقم اللي بتاعها بيقول انها مستورده من مصر، ده مش صحيح يعني، هي مستورده من الاكوادور، لو شفتوا البتاع هتلاقوا كلمه اكوادور مكتوبه تحت، اوكي، فدي مستورده من الاكوادور، انما على فرض يعني انها مستورده من اسرائيل، اقول لك انا مش هاخد دي عشان مستورده من اسرائيل، وهاخد دي عشان مستورده من مصر، وده برتقال المصري كويس ومش عارف والموسم بتاعه. قدمت لك حيثيات تبيان من رايي ان مش مجرد راي كده انطباعي وخلاص. فلما اقول لك ان الوينج تشون كافي للدفاع عن النفس، واثبت لك بان بروس لي لاخر ايام حياته كان بيستخدم معظم الجيت كوندو، مبني على 80% من الجيت كوندو مبني على الـ على الـ على الوينج تشون، مبني على الوينج تشون. ولما اقول لك، لما اقول لك كده، ده مش راي شخصي، انا بنقل لك حقائق علميه، حقائق تاريخيه الناس كلها عارفاها، مش راي شخصي ليا تقتنع بيه ولا ما تقتنعش بيه. يعني لما اقول لك ان بروس لي لاخر حياته ما خلصش تعليم او تعلم الوينج تشون كله، لما راح امريكا عنده 18 سنه كان بس مخلص السيولم تاو وجزء من التشام كيو وجزء من الودن دامي. انا ما بقولكش راي شخصي ليا، ده مش مزاجي، هو التاريخ قال لنا كده، هو الوثائق والفيديوهات كل وراء اصحابه وكل المراسلات اللي بينه وبين وانغ شونغ لينغ كلها بتقول كده، لدرجه انه لما اصبح سوبر ستار بروس لي، لما اصبح سوبر ستار في امريكا وجي زار هونج كونج، عرض على ييب مان انه يصور له البيوتي فيديو على ويدي له شقه هديه، شقه، انتوا عارفين شقه هديه في هونج كونج يعني ايه؟ شقه هديه، سوق العقارات في هونج كونج من اغلى دول العالم ان لم تكن الاغلى. انت هنا عشان تسكن في شقه، في اوضه في هونج كونج بتدفع فيها الاف الالاف، عشان تدخل تسكن في شقه من اوضتين بس بتدفع فيها ما لا يقل عن 30 40 الف جنيه مصري، 30 40 الف جنيه مصري في الشهر عشان تسكن في شقه من اوضتين فقط ايجار. سوق العقارات رهيب. فعشان بروس لي يعرض على ييب مان شقه تمليك هديه مقابل انه يصور له البيوتي وهو بيلعبوا على الفيديو، وييب مان غضب ورفض، وييب تشون قال بقى، ييب تشون قال ان ابن ان ابوه غلط، غضب من بروس لي لان اعتبرها اهانه ليه. لما اقول لك كل الكلام ده مش راي شخصي ليا، ده الكتب بتقول كده والناس بيقولوا كده، وانا بالف لك
فمعنى كده ان بروسلي انهى حياته بدون ان ينتهي من تعلم الوينج تشون. معنى كده ان بروسلي لما راح امريكا وحب ان هو رايح كطالب، كان طالب في قسم الفلسفه، وكان بعد ما بيخلص دراسته كان بيروح بيشتغل بيغسل صحون في مطعم صيني، وكافح وبدأ يدي دروس، احتاج انه يدي دروس في الكونغ فو عشان يقدر يعيش. هيعلم ايه بقى؟ هيعلم الوينج تشون هو يعرف جزء بس من الوينج تشون؟ ما ينفعش. فاضطر انه يدخل عليه التايكوندو، واتعرف على اسطوره التايكوندو اللي علمه الركلات. بروسلي في البدايه كان دايما يحط ايده كده تحت الحزام، وايد كده وايد التانيه اليمين تحت الحزام، التاني ده لا علم له التايكوندو زي ركله التايكوندو كما انزلت. ونلاقي بعد كده صور بروسلي تغيرت، وركله التايكوندو بتاعته بقت بالسيف بتاع الرجل، يعني عملها بقى يعملها 10 على 10 بعد ما اتدرب عليها لست شهور تقريبا. شاف الملاكمه، خد حركات من محمد علي، تحركات رجل محمد علي، دخل وقفه الفينسينج لعبه السيف، دخل الطرحات بتاعت الجودو. فاضطر انه يعمل كل ده ليه؟ لانه لم يعني ينتهي من تعلم الوينج تشون. فما ينفعش يعلم وينج تشون وهو دارس نصه فقط، ما كانش قدامه حل تاني. واي حد تاني كان هيعمل اللي هو عمله بالظبط. ويليام تشونغ لما سافر ساب هونج كونج وراح لاستراليا وهو عنده 18 سنه، نفس الموقف بروسلي بالظبط، بس ويليام تشونغ عمل ايه؟ كمل تعلم الوينج تشون عن طريق ناس تانيه في استراليا. يقال دي مش متاكد منها، انما سمعت انه ناس من عصابات الترايد يعني علموه وكملوا الاسلوب ليه وتعلم من ناس تانية، عشان كان لاقي الطريقه اللي بيلعب بيها السيوف مثلا سكاكين الفراشه مختلفه تماما عن الطريقه بتاع التلمذة يبمن. فده ده وضع طبيعي ان هو. فلما تيجي بقى تقول لي بعد كده، تقول لي لو كان راح هونج كونج ما كانش هيصبح بالقوه اللي هو اصبح عليها، مين قال لك يا استاذ؟ مين قال لك انه لو ما كانش لو كان فضل في هونج كونج، او لو كان ظل في هونج كونج، ما يعني ما كان ليصبح بنفس القوه التي اصبح عليها بعد ان استقر في امريكا؟ من قال لك هذا؟ هذا افتراض لا يعني يستحق الجدال اصلا ولا النقاش فيه. هذا افتراض، لان كلمه لو عند علماء اللغه، لو هو حرف امتناع لامتناع، امتناع وقوع الجواب لامتناع وقوع الشرط، امتناع وقوع الجواب. ما هو الجواب هنا؟ الجواب انه ما كان ليصبح بمثل قوته التي اصبح عليها في امريكا. ما هو الشرط لو بقي في هونج كونج؟ هل هو بقى في هونج كونج؟ لا، ما بقاش في هونج كونج، ربنا توفاه. يعني الشرط مستحيل يحصل، اذا الجواب مستحيل يحصل. فاحنا هنا بنتناقش في شيء فرضي، شيء عبثي مش هنضيع وقتنا فيه، بل كل الشواهد ممكن تؤكد عكس الكلام اللي احنا بنقوله دوت. يعني بدليل ان هو في هونج كونج كان اوريدي ستار، ده هو طفل كان ستار. بروسلي وهو طفل كان ستار، كان ممثل، كان ممثلا، وهو عنده 6 سنين مثل، وهو عنده 9 سنين مثل، وهو عنده 14 سنه مثل، وهو عنده 16 سنه مثل. وفي الدوكيومنتري المعموله عليه دوكيومنتريز كتيره، تلاقي فيه يعني قطع من مقتطفات من افلام ليه وهو طفل، وهو لسه بيكبر، وهو في كذا مرحله عمريه. فهو في هونج كونج كان نجم اوريدي، كان نجم. ده هو راح امريكا، ده يعني شاف الامرين مع بال ما اثبت نفسه. قعد كام سنه في امريكا ما بين يغسل صحون في مطاعم ويدرب يعني يدرب ناس كده، واحد واثنين وثلاثه تدريبات فرديه، وفي الاخر بعد كام سنه ياخد دور ككومبارس في مسلسل امريكي، لغايه ما عمل فيلم الرأس الكبير، وده انتاج هونج كونجي، وبعديه عمل ذا واي اوف ذا دراجون وبرضه انتاج هونج كونجي، وبعد كده لعبه الموت وبرضه ده انتاج هونج كونجي، انما مات قبل ما يكمله. واخر فيلم بقى اللي عمله اللي هو اتعرض بعد ما مات انتر ذا دراجون، وده انتاج هوليوود، وهوليوود مش هي اللي اضافت شهره لبروسلي. هوليوود عملت له الفيلم ده بعد ما اصبح سوبر ستار في العالم كله. بروسلي بعد فيلم بعد ما عمل فيلم ذا بيج بوس الراس الكبير اصبح سوبر ستار في العالم كله، اشهر ممثل للكونغ فو في العالم هو بروسلي بعد اول فيلم يعمله. فهو امريكا ما ضافتش ليه ولا حاجه، بالعكس ده اخرت شهرته. لو كان فاضل في هونج كونج كان فيلم الراس الكبير ده كان عمله قبلها بست سبع سنين،
كان عمله قبلها ب6 7 سنين، وبعد هو دلوقتي مات هو عنده 4 افلام بس. الله اعلم لو كان عايش فيهم، الله اعلم كان عمل كام فيلم. فامريكا ما ضافتش ليه من ناحيه الشهره ديت العالميه، لا لا، هو كان مشهور في هونج كونج. ما جاكي شان ما هو ما بدا في هونج كونج وفضل في هونج كونج، هل جاكي شان مش مشهور عالميا؟ مشهور عالميا. ده بروسلي فيلم واحد من انتاج هونج كونج، الرأس الكبير اصبح مشهور عالميا خلاص. الفيلم الثاني ذا واي اوف ذا دراجون، طريق التنين، اضاف شهره عالميه فوق شهرته العالميه بدون اي تدخل من امريكا ولا هوليوود ولا كل حاجه، انتاج هونج كونجي 100%. فلما تقول انه لو فضل في هونج كونج كان مش عارف بقى ايه، الله اعلم، انما كلام مش مقنع، كلام مش مقنع. هو في امريكا اضطر انه يدخل اساليب تانية عشان مش مكمل الوينج تشون. لو كان كمل الوينج تشون صح كنا هنشوف حاجة تانية، الله اعلم يعني، انما كنا هنشوف مستوى تاني، الله اعلم. الحاجة الوحيدة الجيدة اللي اضافت، اللي يعني نقدر نقول كويسة، ان هو فضل في هونج كونج في امريكا، انه علم الاجانب فطلع الاسلوب للاجانب، هي دي الحاجة الكويسة اللي نقدر نقولها. غير كده لا لا، يعني هو قبل ما يروح امريكا كان مشهور في هونج كونج. فيعني نيجي بقى لسؤالك سريعا، بتسألني عن أفضل أسلوب قتالي في الشارع. الإجابة ببساطة جدا تتلخص في جملة واحدة، في جملة واحدة: أفضل أسلوب لقتال الشوارع هو الأسلوب الذي يناسبك أنت، وهو الأسلوب الذي يناسبك أنت. شوف أنت متدرب على إيه، وهو ده الأسلوب اللي يناسبك. الأسلوب اللي يناسبك غير الأسلوب اللي يناسبني. أنا لاعب وينج تشون، لو هجد نفسي في موقف مضطر فيه اني ادافع عن نفسي، تفتكر هتخانق ازاي؟ هجيب الشخص على الارض والعب معاه مصارعه؟ يبقى ما اتعلمتش حاجه. لو لاعب ملاكمه حب يدافع عن نفسه في قتال شوارع، لاعب ملاكمه يدافع عن نفسه ازاي؟ فكرك يعني؟ ده سؤال، يعني سؤال مني ده، يعني ما يعني ما لا محل له من الاعراب. لان لاعب ملاكمه يدافع عن نفسه ازاي في الشارع؟ اكيد باللكمات. ما ننتظرش من تايسون انه لو دخل في خناقه شوارع هيمسك اللي قدامه ويحاول يجيبه الارض ويلعب معاه لمس اكتاف، ولا ننتظم من لاعب التايكوندو انه يلعب ملاكمه. ايديك ورجليك زي كده الكلاب البوليسيه المتدربه. شوف انت الكلاب البوليسيه اللي لو عندك كلاب بوليسيه مدربها او غير بوليسيه، طالما انت مدرب الكلب بتاعك على حاجه وتيجي تقول للكلب بتاعك، في واحد ضايقك فتقول للكلب بتاعك هشك عليه، الكلب هيعمل مع الشخص ده اللي انت مدربه عليه. الكلاب البوليسيه متدربه على انها مثلا تمسك تعض في شخص واحد من غير ما تعضه، تمسك فيه بس من غير ما تعضه وتاذيه. لو هو ده اللي متدربه عليه هتعمل كده، لو متدربه انها تقطع اللي قدامها برضه هتعمل كده. نفس الحكايه، انت لو اتحطيت في موقف واتخانقت فيه، انت مدرب ايدك على ايه ومدرب رجلك على ايه؟ اللي انت محفظ رجلك وايدك عليه هو ده المفروض يطلع منهم وقت الخناق. لو وقت الخناق لقيت نفسك بتهبل اي حاجه بقى كده يمين وشمال واي حركات كده مالهاش رابط، يبقى اعرف ان انت مش متدرب صح. لان في حاجه اسمها ذاكره العضله، muscle memory. muscle memory دي يعني ذاكره العضله، انت عضلاتك دي انت مدربها ازاي ومخليها تتصرف تلقائيا ازاي. انا بعد 25 سنة من تدريب وينج تشون، لو واحد وجه لكمة ليا ما اظنش ان انا هغطي وشي كده بطريقة الملاكمة، لا، غصب عني ايدي هتطلع كده، او هتطلع كده، او هتطلع كده، هتطلع باي شكل يناسب اشكال الوينج تشون. وانا جربتها بشكل عملي، يعني حصلت بشكل عملي اكتر من مرة. التشي ساو بيقلب بجد وبيقلب بخناقة بجد، والحركات كلها والضربات والدفاع بيبقى وينج تشون صرف، وينج تشون صرف. حتى الركلات هتكون ركلات وينج تشون صرف، اللي انت متدرب عليه هو ده اللي هيطلع منك وقت الخناق. فتيجي تقول ما دي السؤال، ايه هو افضل اسلوب قتالي في الشارع؟ لا، افضل اسلوب قتالي في الشارع هو الاسلوب اللي انت متدرب عليه، فده افضل ليك انت. انما مساله ان افضل اسلوب قتالي، نعمم الكلام كده زي في تعليق سابق ليك تقول الجيت كوندو،
افضل من او اكثر فاعليه من الوينج تشون. وفي نفس التعليق في نهايته بتقول لو بقي بروس لي في هونج كونج ما كان سيصبح بنفس القوه، لان القوه ليست قوه اسلوب بل قوه الشخص. كلام اللي بدايه الجمله ونهايتها في تناقض بينهم، كان في شخصين مختلفين بيتكلموا. فهذا الكلام يدل على انك مش متخصص في اي شيء، انت مبتدئ، وده مش عيب لان واضح انك صغير. يعني انت عندك 18 سنه مثلا، يعني في فرق بيني وبينك على فوق ال 30 سنه مثلا، فوق ال 30 سنه، يعني انت اصغر من ابني، انت اصغر من ابني، ففي فرق كبير قوي في حجم الخبرات والمعلومات. انا بقول ما فيش كلمه بنطقها الا وعندي الادله ليها، مش راي مبني على انطباع. انا بقول لكم حقائق تاريخيه موثقه، ما بنقلش اراء شخصيه. لما بيكون راي شخصي بيقول لك انا رايي الشخصي هو كذا، فما ينفعش تقول ان في اسلوب افضل من اسلوب في قتال الشوارع. الملاكمه افضل من الوينج تشون، الجيت كوندو افضل من الوينج تشون، الجودو افضل مش عارف من ايه. الكلام ده كلام ناس مش دارسه، كلام ناس مش دارسه، لان كل اسلوب هو الافضل لك طالما انت متدرب عليه. بس انتهى الكلام على كده، شوف انت متدرب على ايه وهو ده الاسلوب اللي يناسبك. وهسجل لكم حلقه دلوقتي عن معنى الفنون المختلطه، لان انا شايف ان العرب كلهم، او يعني من الحاجات اللي بشوفها والتعليقات اللي بتصلني، فاهمين الفنون المختلطه دي فهم خاطئ. هسجل لكم حلقه دلوقتي اتكلم فيها عن الموضوع ده. ونراكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sí.